السلام عليكم. ثلاث هواتف اقتصادية أنصحك أن تفكر بهم إذا حاب أن تأخذ جهاز بسعر أقل من 170 دولار. الجهاز الأول اللي ويانا واللي هو الشاومي ريدمي نوت 10. الجهاز توفر قبل أيام قليلة عندنا بالعراق، وسعر رسمي للذاكرة 64 مع رام 4 جيجا بايت هو 158 دولار. والجهاز الثاني هو أيضا من شركة شاومي واللي هو الريدمي 9 تي. والجهاز هذا راح تحصله من سعر 160 إلى 165 دولار على حسب المكان اللي راح تأخذ من عند الجهاز. والجهاز الثالث اللي ويانا بهذا الفيديو واللي هو ايضا من شركة شاومي ولكن العلامة التجارية بوكو، واللي هو البوكو ام 3. هذا الجهاز ايضا من الهواتف الاقتصادية المميزة اللي يقدم مميزات جيدة مقابل سعره، وسعره ايضا هو من 155 الى 165 دولار بحسب المكان اللي راح تاخذ من عند الجهاز.